القرار اللي طلع، وأنا هلأ عندي مؤتمر صحفي الساعة 2 مع الرئيس الحريري من بيت الوسط، ونحن بنعلن موقفنا من هناك. رح تخوض الانتخابات أكثر لي مرتين؟ بلأحكي مع الرئيس وبعدين منقرر. طيب توجد هيك قرار طالع بعد 8 أشهر من بعد ما مارست مهامك النيابية؟ أنه بدنا نقبل القرار. تعتبريه عم بينصفك؟ أكيد أنا بالنسبة إلي ما في إنصاف، بس إنه خلص ما نتقبل. أكيد سياسي. أكيد إن شاء الله خير.